انفجار ببعض العملات البديلة. حرفيا بدأ التحرك ببعض العملات، اللونا كلاسيك وعملة الاكس ار بي وعملة الشيبة. اهم الاخبار على هدول العملات واهم مناطق المقاومة. اذا كنت اول مرة عمال بتتابعني، انا قناتي مهتمة بادق التفاصيل السوق العملات الرقمية. انضم لي الرابط اللي باسفل الفيديو لتحصل على اهم الصفقات الناجحة، صفقات كريبتو وفوركس مجانية. انفجار بعملة الاكس ار بي واختراق هذا المثلث واختراق مناطق المقاومة. عملة الاكس ار بي كانت في تجميع كبير بسبب تطورها من شركة الريبل والمشاريع الجديدة والانفتاحات لعملة الاكس ار بي. اول هدف لعملة الاكس ار بي مناطق 70 سنت، من بعدها مناطق 85 سنت. ايضا صديقي، وانفجار بعملة تونا كلاسيك بعد الموافقة على حرق 44 مليون من عملة اليو اس تي، العملة المستقرة للونا كلاسيك. بعد عملية تجميع العملة كسرت صفر واصبحت 3 اصفار. حاليا اول مقاومة للعملة 0.11، ثبات على هي المنطقة اغلاق شمعة 4 ساعات، ومنتجه لمقاومة كبيرة 0.312. وطبعا العملة عملت قاع 4.5، وهالعملة ما وصلتنا لهذا الرقم إلا عند حذفها من منصة باينانس. أيضا صديقي، عملة الشيبة بدأت بالتحرك والآن مستقرة عند 4.19. أول مقاومة لها 4.25. بالتأكيد بدأوا التحرك العملات البديلة بعد انخفاض الاستحواذ بنسبة بسيطة جدا. بالتأكيد الشراء بالفومو هو خطر لمحفظتك. حاليا الأشخاص اللي عمال بيحققوا أرباح أشخاص مستثمرين بالعملة من مناطق الدعم. وإذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة وأهم التحليلات على العملات البديلة والبيتكوين، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم التوصيات المجانية.